هل للمسافر في رمضان أن يفطر من بيته أم لا بد من قطع مسافة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجوز للمسافر العازم على السفر في رمضان أن يأكل من بيته قبل أن يخرج. الدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أراد السفر فقدم له طعامه، فقيل له في ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو بهذا المعنى. وقد مر بنا في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وقد ألف الشيخ الألباني حفظه الله تعالى رسالة في هذا، والفرق بين الصوم والصلاة أن الصوم يجوز له أن يفطر من بيته إذا كان متأهبا للسفر، بخلاف الصلاة فلا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من قريته، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر بذي الحليفة ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر في مسجده في المدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. فهذا يدل على الفرق بين الصوم والصلاة.